أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. والآن نحن في تدريبات في المحادثة مع أختين، وفيما بعد أو بعد قليل سنبدأ هذا الحوار معهما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أختي؟ اسمي عميرة إسماعيل. عميرة إسماعيل، ومن أين أنت؟ أنا من الفلبين. من الفلبين. أين تسكنين الآن؟ أسكن في حي الحمراء في رياض في المملكة العربية السعودية. في حي الحمراء في الرياض، ما شاء الله. وأنت يا أختي ما اسمك؟ اسمي أم ريان صلاح الدين. أم ريان، ومن أين أنت يا أختي أم ريان؟ أنا من الفلبين. من الفلبين أيضا. والآن أين تسكنين؟ الآن أسكن في الشارع الشهاب في ينبع في المملكة العربية السعودية. في شارع الشهاب ينبع، ما شاء الله. يا أختي عميرة، كم عمرك؟ عمري 26 سنة. 26 سنة، ما شاء الله. وأين ولدت يا أختي عميرة؟ ولدت في قرية في المدينة السلطان مستورة مجندناو. في سلطان مستورة مجندناو. في أي يوم وساعة ولدت يا أختي عميرة؟ ولدت يوم الأحد في الساعة الثالثة ظهرا. يوم الأحد في الساعة الثالثة ظهرا، ما شاء الله. وفي أي عام ولدت يا أختي عميرة؟ ولدت عام 95 للميلاد. ولدت عام 95 للميلاد، ما شاء الله. 1995. يا أختي أم ريان، كم عمرك؟ عمري 27 سنة. 27 سنة، ما شاء الله. وأين ولدت يا أم ريان؟ ولدت في قرية لننتانغن شريب سيدونا مجندانو في مدينة الكتباتو. لننتانغن شريب سيدونا ماما سبانو، ما شاء الله. في أي يوم وساعة ولدت يا أم ريان؟ ولدت في اليوم الخميس في الساعة الخامسة مساء. يوم الخميس في الساعة الخامسة مساء، ما شاء الله. في أي عام ولدت يا أم ريان؟ ولدت عام 92 للميلاد. ولدت عام 92 للميلاد، ما شاء الله. 1992. يا أختي عميرة، ما مهنتك؟ أنا طالبة. طالبة. وأين تدرسين يا عمري؟ أدرس في جامعة عسق. في الجامعة عسق. وماذا تدرسين هناك؟ أدرس لغة العربية. لغة العربية، ما شاء الله. لماذا تدرسين اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأفهم القرآن الكريم
والحديث الشريف. لأفهم القرآن الكريم والحديث الشريف. ما شاء الله. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ أدرس 5 حصص في اليوم. 5 حصص في اليوم، ما شاء الله. يا أم ريان، ما مهنتك؟ أنا مدرسة. ما شاء الله. أين تدرسين؟ أدرس في المدرسة الثانوية. في مدرسة الثانوية، ما شاء الله. ماذا تدرسين هنا؟ أدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية. لغة العربية وثقافة الإسلامية، الحمد لله. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس 5 أيام في الأسبوع. 5 أيام في الأسبوع أيضا. ومتى يبدأ دراستك؟ يبدأ في الساعة 7 صباحا. في الساعة 7 صباحا، ما شاء الله. ومتى ينتهي؟ وينتهي في الساعة 4 بعد الظهر. الساعة 4 بعد الظهر، ما شاء الله. يا أختي عميرة، كيف تريدين أن تذهبي إلى الجامعة؟ أريد أن أذهب إلى الجامعة مشيا، لأن جامعتي قريبة من البيت يا شيخ. ماشيا لأن الجامعة قريبة من البيت، ما شاء الله. وماذا تريدين أن تكون يا عمري؟ أريد أن أكون مدرسة، سأعمل مدرسة إن شاء الله. سأكون وسأعمل مدرسة إن شاء الله. إن شاء الله، آمين. وأنت يا أم ريان، كيف تريدين أن تذهبي إلى المدرسة؟ أريد أن أذهب إلى المدرسة راكبا، لأن المدرسة بعيدة عن البيت يا شيخ. راكبا لأن المدرسة بعيدة عن البيت. كم تستغرق الرحلة من بيتك إلى المدرسة؟ تستغرق 1 ساعة تقريبا بالحافلة. 1 ساعة تقريبا بالحافلة. والآن انتهى اللقاء، وشكرا. عندي سؤال يا شيخ. ما هو يا عمري؟ هاته. كيف نترجم هذه الجملة إلى العربية؟ قصدكم مجودون 100 ريال ملاسة أكين أكاونت. بوستكم مغويدرو لو 100 ريال ملاسة أكين أكاونت أو ملاسة أكين اي تي ام. نعم، هذه الجملة سهلة، نترجمها هكذا: أريد أن أسحب 100 ريال من حسابي. بوستكم مغويدرو نان إسان دان ريال ملاسة أكين أكاونت أو ملاسة أكين اي تي ام. أريد أن أسحب 100 ريال من حسابي. شكرا يا شيخ. عفوا يا عمري. هل لديك سؤال يا أم ريان؟ نعم، عندي سؤال في النحو. ما سؤالك؟ هاته. نقول أن أهج، وهنا أهج منصوب، ونقول لم أهج، والفعل هنا مجزوم، أليس كذلك يا شيخ؟ بلى كذلك. سؤالي: أين السكون في لم أهج؟ هذا سؤال مهم يا أم ريان. أهج في لم أهج مجزوم، وعلامة جزمه سكون مقدر. لماذا سكون مقدر؟ سكون مقدر بسبب التقاء الساكنين لم أهج. الجيم الأول ساكنة، أهج بعد اللام
الجيم الثانية كذلك ساكنة فالتك الساكنان يعني فحرك الساكن الجيم الثاني بالفتحة من أن التكاء الساكنين. أفهمت يا أم ريان؟ الآن فهمته جيدا والحمد لله. انتهى اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته.